اتهامات متبادلة بين الخطوط السعودية وشركة الحج في المملكة. بدء تطبيق اللائحة الجديدة للضمان الصحي التعاوني. وإطلاق برنامج للكشف عن السلع المقلدة للمستهلكين. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج السعودية في أسبوع. كشفت شركة الخطوط السعودية أنها تعرضت لخسائر مالية خلال العام الماضي عقب قيام بعض حملات الحج بإلغاء رحلاتها بعد توقيع العقد وإجراء عملية القرعة. جاء تصريح الخطوط السعودية كتعقيب عن ما تردد مؤخرا حول عزم شركات لحجاج الداخل توقيع ميثاق شرف لمقاطعة الخطوط السعودية، وذلك بسبب رفضها عقدا لقاء تنسيقي مع ملاك تلك الشركات لجدولة مواعيد رحلات الطيران في موسم حج هذا العام، وللحد من مبالغة الخطوط في الأسعار. من جانبها أوضحت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن عدد الشركات التي وقعت على ميثاق يلزمها بالامتناع عن التعامل مع الخطوط السعودية في نقل حجاجها هذا العام من الداخل بلغ نحو 51 شركة ومؤسسة حج. للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من مكة المكرمة السيد سعد القرشي، عضو مجلس إدارة غرفة مكة. أهلا بك سيد سعد، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي سي إم بي سي العربية، وأهلا وسهلا. سيد سعد، يعني لو تحدثنا في البداية، كم تتكلف شركات نقل الحجاج في موسم الحج لسعر التذكرة الواحدة للنقل الجوي؟ حقيقة أسعار النقل في أيام الحج أسعار مبالغ فيها بالنسبة للشركات خلاف الأفراد. تعامل الشركات كأنها معاملة تجارة ورفع أسعار، ففي الحقيقة التذكرة يعني تكلف من 1400 إلى 1500 ريال بالنسبة لعملية النقل من الرياض 6 رياض داخلية، والرحلة أيضا من المنطقة الشرقية حوالي 1600 ريال للكونومي كلاس للتذكرة الواحدة ذهاب وإياب، التذكرة الواحدة للشارتر، وهذا أسعار جدا مبالغ فيها وأسعار كبيرة جدا، وترتفع تكلفة الحج بالتالي على الحجاج، والدولة حفظها الله خادم الحرمين الشريفين تنادي بتخفيض الأسعار للمواطنين والمقيمين والحجاج. نعم. ولكن الجهات الأخرى تعامل من منظور تجاري بحت، شركات الطيران سواء الخطوط السعودية أو أي شركات طيران أخرى، فبالتالي عملية الأسعار عملية كبيرة ومبالغ فيها، ونحن منذ زمن طويل نطالب بتخفيض الأسعار أو نترك الحاج يحجز تذكرته لوحده فيأتي بسعر أقل من السعر اللي احنا ناخذه. سيد سعد، يعني لماذا يكون الحجز فرديا أقل، هو أقل من الحجز عن طريق الشركات؟ يعني هل تقدم مثلا شركة الطيران السعودية سعر أعلى للشركات؟ نعم صحيح، هذا شركات بتقدم سعر أعلى، بينما لما يروح المواطن أو المقيم أو الحاج إلى شركة الطيران ويحجز اندفيدول يعطونه أسعار رخيصة ب 800 و 900 ريال التذكرة. نعم. بينما نحن نتجاوز 1400 و 1500 ريال التذكرة. طيب هل بالفعل قامت 51 شركة بتوقيع معاهدة عدم التعامل مع شركة الخطوط السعودية؟ نعم، تم توقيع المعاهدة من قبل أسبوعين، وعملنا اجتماع تنسيقي وعملنا ميثاق شرف ما بيننا وبين بعض هذه الشركات. نعم. وتم توقيع هذه الاتفاقية على أن نتعامل مع الخطوط إلا من منظور واحد، حتى أما الرضوخ لمطالبنا وتخفيض الأسعار. كيف سيتم التعامل الآن مع موسم الحج القادم؟ هل سيتم مثلا الاتجاه لشركة ناس للطيران أم خطوط برية أم ماذا؟ سيتم يعني الاستعانة بخطوط ناس، والآن إن شاء الله سنبدأ مفاوضات حامية مع شركة ناس، أو يعني نسمة الآن دخلت أيضا بالخط كشركة نقل، يعني إن شاء الله يتم يعني الموافقة على وزير الطيران لها بالهبوط والإقلاع في المطارات الداخلية، وهي شركة سعودية. والآن إحنا بدأنا عدة مفاوضات مع
عدة شركات أخرى، إضافة إلى أننا حنمشي عملية النقل البري لجميع الحجاج والمواطنين من المدن المملكة العربية السعودية، الاستغناء عن رحلات الخطوط السعودية المبالغ فيها في الأسعار، وذلك يعني تخفيضا لتكلفة على الحاج التي احنا نطالب بتخفيض هذه التكاليف، وبالتالي إن شاء الله سيتم عملية تخفيض الأسعار في هذا الموسم الذي ننظر له بمنظور. هل توصلتم وزير الحج؟ سيد سعد، هل توصلتم إلى سعر معين مع شركات الطيران الأخرى؟ هناك مفاوضات الأسعار إن شاء الله الآن. إحنا نتأرجح ما بين 700 و900 ريال للتذكرة، وإن شاء الله لعلهم يوافقوا على هذه الأسعار. وتقريبا إن شاء الله الآن يعني إحنا المفاوضات بدأت، وسوف نصل إن شاء الله إلى حلول من وقت مبكر الآن قبل الحج، أو السماح لنا من قبل هيئة الطيران المدني لعمل أذونات هبوط وإقلاع. نعم. ولدينا عروض يعني أخرى. نعم. من شركات خارجية. أشكر. نتسيد هذا الموضوع وناتي باستئجار طائرات من الخارج تكون متوفر فيها طبعا جميع شروط السلامة الطيران المدني. نعم. وكافة الضمانات المطلوبة لهذا الموضوع، والتي نرى من منظور أنها سوف يكون هناك يعني عملية تخفيض الأسعار، ويكون في متناول جميع المواطنين والحجاج والمقيمين. أشكرك سعد القرشي، عضو مجلس إدارة غرفة مكة، شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلينا هاتفيا من مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السيد أسامة فلالي. سيد أسامة، أهلا بك معنا وكل عام وأنت بخير. دعنا في البداية نتحدث، يعني هل تتدخل اللجنة الوطنية للحج والعمرة مثلا بحل الخلافات ما بين شركات حملات الحج ومثلا الخطوط السعودية؟ فعلا كل عام وانتم بخير. اول شيء ثانيا اقول فعلا هذه احد اهم او يعني احد العناصر الاساسيه اللي قامت من اجلها اللجنه، ان هي تسهيل وتذييل العقبات ما بين القطاع الحجاج الداخل وما بين اي جهه اخرى. موضوع الخطوط السعوديه صار هناك نقاش طويل مع الخطوط السعوديه، ولسه في المستقبل القريب ان شاء الله هناك اجتماع طويل كبير مرتب له الآن مع الخطوط السعودية لمناقشة أهم العناصر اللي هي فيها خلافات ما بين القطاع وما بين الخطوط السعودية، سواء في الأسعار، سواء في الطاقة الاستيعابية، سواء في أوقات الرحلات. فكل هذه الأمور إن شاء الله يعني نحاول تذليلها، إضافة إلى أنه إحنا أشركنا الآن أو طلبت مننا وزارة الحج رسميا أن هي تشارك في الموضوع هذا وتكون مواكبه للي يحصل في 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 في, 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 في النقاش مع الخطوط السعوديه على هذا الموضوع. نعم، طيب ما هو دور اللجنه الوطنيه للحج والعمره الاساسي في تنظيم اعمال الحج الحملات وغيرها؟ زي ما ذكرت لك يعني العنصر الاساسي في للجنه الوطنيه هو تسهيل كل الأمور اللي هي ذات العلاقة مع كل الجهات المشاركة للحج، سواء وزارة الحج، سواء البلديات، سواء وزارة المالية، كل القطاعات، وزارة التشغيلات والتشغيل، الخطوط السعودية، كل الجهات اللي هي لها علاقة بالحج، اللجنة الوطنية بتشارك في تذليل العقبات وتسهيل الامور الخاصه بالقطاع. نعم، سيد اسامه، ما هي التحضيرات للموسم القادم؟ يعني الان نحن في شهر رمضان على بعد تقريبا 3 شهور حتى بدايه موسم الحج. والله في الحقيقه يعني انا من الناس المتفائلين جدا، واقول انه ان شاء الله السنه حيكون بدايه مما عملت وزاره الحج من قضية تخصيص المخيمات للقطاع مبكر، ولأول سنة يحصل أنه وزارة الحج تخصص تبدأ في تخصيص المواقع المخيمات حجاج الداخل في نهاية شهر رجب الماضي من قبل شهر ونصف تقريبا. هذه خطوة لا ما كانت مسبوقة في السابق، إضافة إلى تسهيل معظم الأمور اللي هي لها علاقة بالحجاج. فإحنا يعني نتصور السنة هذه إن شاء الله حيكون
موسم مقبل على خير و... إن شاء الله. ومتفائلين جدا إن شاء الله. نعم، أشكرك سيد أسامة فلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، شكرا جزيلا لك. بدأ تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ويتم تطبيق التأمين بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية. بلغ عدد المؤمن لهم ما يقارب 9,700,000 شخص، منهم 2,700,000 سعودي جلهم من العاملين في القطاع الخاص، وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني. كما بلغ عدد شركات التأمين المعتمدة 28 شركة. كشف أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي عن وجود مباحثات جدية على مستوى مجلس الأعمال السعودي البحريني، وذلك لبدء إنشاء خط بحري يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، مشيرا إلى أن العنصر الأمني لا يشكل عائقا أمام تعزيز حركة النقل البحري بين دول الخليج، حيث ستقلل هذه المشاريع الضغط على المنافذ البرية. وكشف نقي أن تشغيل خدمات النقل البحري بين دول مجلس التعاون سيخلق ما يقارب 6,000 وظيفة مباشرة و 20,000 وظيفة غير مباشرة في قطاع النقل البحري. توقع رئيس الغرفة التجارية في القاهرة أحمد الوكيل التزام جميع الجهات المصرية بالاتفاقيات الموقعة وحل مشكلات جميع المستثمرين السعوديين في مصر خلال أسابيع قليلة. كشف عن خطة من جانب الحكومة المصرية لتنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات السعودية خلال الأيام المقبلة. قال إن اللجنة العليا التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب سوف توجه رسالة قوية للجميع بضرورة التزام كافة الأطراف باتفاقياتها وتعاقداتها التي أبرمت على مر الحكومات السابقة. حذرت لجنة الإعلام والتوعية في المصارف السعودية من التعامل مع إعلانات الفوركس لكسب آلاف الدولارات من خلال تجارة العملات على مواقع الإنترنت، ووصفتها بالمضللة والخادعة والوهمية. أكدت أن البنوك السعودية حذرت من التعامل والمضاربة في العملات لاعتبارات المخاطرة العالية من جهة، والتذبذبات المرتفعة التي تحدث في سوق العملات من جهة أخرى. أيضا قالت مصادر صحفية إن البنوك السعودية تعتزم إطلاق عمليات السحب النقدي بدون بطاقات من الصرافات الآلية، وذلك خلال الفترة المقبلة. سوف تستهدف هذه الخدمة أصحاب البطاقات المفقودة، والتي سيسمح لهم باستخدام تلك الخدمة لعدد معين من المرات، إضافة إلى العملاء الذين ينسون بطاقات الصراف الخاصة بهم. هدف البنوك من إطلاق هذه الخدمة هو إطلاق نوع جديد من الخدمات، والتي تسمى خدمات النقد الطارئ. تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي ساما إيقاف الحسابات الشخصية التي تستخدم لأغراض تجارية، وذلك ضمن إجراءات جديدة تتجه لتطبيقها على عملية فتح حسابات للمنشآت. وتتضمن هذه الإجراءات المزمع تطبيقها تأكد من صلاحية الأوراق الرسمية من السجل التجاري والرخصة، وكذلك القيام بزيارة لموقع المنشأة الراغبة في فتح حساب من قبل موظفي البنك. من المتوقع إصدار التنظيم الجديد الخاص بغلق المحال ومنافذ البيع في الساعة 9 مساء قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم منح المجال أو المحال التجارية مهلة 6 أشهر، وذلك اعتبارا من إصدار التنظيم بشكل رسمي. يستثني التنظيم المحلات التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة المركزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. بعد فاصل قصير مشاهدينا نتابع وإياكم في السعودية في أسبوع وفيها. تحذيرات من حملات وهمية للتبرعات. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في السعودية في أسبوع من CNBC عربية.
هددت وزارة الداخلية بإيقاع عقوبة الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التي يكتشف تورطها بجمع تبرعات دون صفة نظامية، مجددة تحذيراتها للمواطنين من مغبة استغلال عواطفهم، خاصة أن الكثيرين يتبرعون لسوريا والمناطق المحتاجة في العالم. تكثر هذه الحملات في شهر رمضان المبارك لما له من أجواء روحانية يبذل فيها الناس زكواتهم وصدقاتهم. السعودية من أكبر البلدان في العالم والتي تقدم مساعدات خارجية مقارنة بإجمالي الناتج القومي وبنسبة تصل أحيانا إلى 4%. ومع قدوم شهر رمضان المبارك تزداد تلك التبرعات. الشعب السوري نال جزءا منها بسبب الأوضاع الإنسانية هناك، إذ جمعت المملكة تبرعات ضمن حملتها الأخيرة والمسمى التضامن مع أطفال سوريا بأكثر من 65 مليون ريال في أيامها الأولى. وبالمقابل يحذر البعض من حملات التبرع الغير موثوقة. ندعو الإخوة المتبرعين والداعمين لإخوانهم أن يحرصوا على أن يكون هذا التبرع عن طريق آمن رسمي. وفي هذا الإطار توعدت وزارة الداخلية بإيقاع عقوبة الحجز التحفظي على الحسابات البنكية والتي يكتشف تورطها بجمع تبرعات دون صفة نظامية. فجمع التبرعات من قبل أشخاص مجهولي الهوية قد يستغل في دعم الإرهاب أو غسيل الأموال باسم التبرع لسوريا أو غيرها. وأيضا نتمنى من هذه الجهات أن تقوم بواجبها، تستقبل هذه التبرعات وتوصلها إلى محتاجين، حتى لا تعطي فرصة لمن يندسون في الصف ويحتالون على الناس ويأخذون أموالهم. وتدعو السلطات الرسمية في السعودية من يود التبرع الحذر والتوجه للجهات المصرح لها عبر القنوات الرسمية. تؤكد وزارة الداخلية السعودية على أنها لن تمنع التبرعات من قبل السعوديين أو المقيمين، لكنها تؤكد أيضا على ضرورة الذهاب إلى الطرق الرسمية في التبرعات، وذلك كي لا تستغل أموالهم بالشكل الخطأ وكي تصل إلى الجهات المطلوبة. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض السيد محمد البشري الخبير والكاتب الاقتصادي. سيد محمد، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. دعنا في البداية يعني نستفسر عن هذا الموضوع، كيف يستطيع الفرد التأكد والذهاب لتلك الحملات والتأكد من أنها حملات موثوقة أو غير موثوقة؟ في الحقيقة أفضل طريقة للتأكد من جدية هذه الحملة ومن الهدف المرجو منها المعلن هو أولا أن تكون مرخصة من الجهات الحكومية المعنية ومنظمة عن طريقها. الشيء الثاني أن تكون هذه التبرعات في العلن عن طريق منظمات أو جمعيات خيرية مصرحة ولها حسابات واضحة في البنوك، ويتم التبرع عن طريق توثيق هذه المبالغ. أعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى للتبرع. طيب، هل يستطيع الأفراد أن يقوموا بالحصول على تراخيص أوراق مرخصة حتى يقوموا بحملة تبرعات لصالح أي من البلدان؟ أعتقد أن قيام الأفراد منفردين بعمليات جمع للأموال أو عمل حملات خيرية أو جمع تبرعات أمر غير مرغوب فيه وغير منظم من عدة نواحي. فأولا من ناحية ضبط ومتابعة هذه المبالغ وصرفها ونقلها والاستفادة منها، ومن الناحية الثانية حتى لو توفر هذا المنظومة، من الناحية الثانية هي تشتيت للجهود، بمعنى أن يقوم كل مجموعة أشخاص بتجميع أموال وعمل مبادرة فردية ولا يمكن الحصول على نتائج قوية ونتائج المرجوة من هذه الحملات، بمعنى يحصل عملية تشتيت للجهود بين مجموعة من الأشخاص، بينما عندما يتجه الأشخاص إلى الجمعيات التي لديها الخبرة والمعرفة توحد هذه الجهود ويتم الاستفادة من هذه المبالغ وهذه التبرعات سواء المالية أو العينية بشكل جيد، ويسهل وصولها إلى الفئات المستهدفة سواء في الداخل أو في خارج البلاد. طيب، إذا كان تشتيت للجهود لقبل الأفراد، ماذا عن المؤسسات؟ إذا كانت مؤسسات تريد أن تقوم بعمل خيري وأن تقوم بحملة تبرعات، هل يمكن لها ذلك؟
يمكن لها ذلك عن طريق الاتصال بالجمعيات الخيرية وعن طريق الحملات الحكومية المنظمة والتي لها حسابات في البنوك معلنة، ويمكن مراقبة حركة هذه الأموال، ويمكن مراقبة المبالغ الداخلة لها والمبالغ المصروفة، ولا يجب أن يترك الأمر لمبادرات شخصية أو لمؤسسات محددة ليس لديها خبرة وليس لديها تصاريح لهذه الأمور. فمن المعلوم أن عمليات التبرع وعمليات الإغاثة وعمليات الوصول للمستحقين سواء في الداخل أو في الخارج تحتاج إلى خبرة وإلى علاقات وإلى عمليات لوجستية وإلى عمليات مالية وإلى تنظيم وإلى إدارة وإلى إدارة حسابات وإلى عدد منظومة متكاملة من الإجراءات قد لا تتوفر حتى للمؤسسات الغير متخصصة. طيب أستاذ محمد، مثلا لو أنا فرد أريد أن أذهب للتبرع، كيف أستطيع أن أتأكد بأنه مثلا هذه الشركة أو هذه الحملة مرخصة من قبل وزارة المالية؟ يعني هل أسأل الشركة بإطلاعي على بعض الأوراق أو المستندات؟ كيف أستطيع أن أعرف هل هناك مثلا من حملات معروفة أستطيع أن أتوجه إليها؟ هنالك قائمة من الجمعيات الخيرية المرخصة من الدولة، وهنالك حملات عندما تتم عن طريق إشراف حكومي مباشر وعن طريق أمارات المناطق، يوجد قوائم محددة لهذه الحملات ولهذه المؤسسات الخيرية موجودة وبأرقام الحسابات وبأرقام التصاريح، فيمكن للشخص العادي أن يتأكد عن طريق الاطلاع على التصريح وعن طريق الاطلاع على أرقام حساباتهم وأنهم فعلا يعملون بطريقة قانونية وبطريقة منظمة أيضا، وبالتالي يتأكد الشخص أن المبالغ التي يقوم بدفعها أو التبرعات العينية سوف تصل إلى الأشخاص المراد وصولها إليهم. طيب سيد محمد، يعني نرى الآن بعض الحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعية مثلا تويتر فيسبوك وغيرها للتبرع، هل تقوم الدولة مثلا بأي إجراء نحو تلك الحملات قد تكون غير شرعية، أو مثلا متابعة هذه الحملات محاولة لإعطائهم بعض التراخيص؟ الحقيقة من يريد أن يقوم بحملة أو من يريد أن يقوم بعمل خيري لتجميع الأموال أو للتبرعات العينية أو لمساعدة المحتاجين، فيفضل أن يتجه إلى الجهات المنظمة لهذا الأمر، ولا يمكن ترك الأمر بشكل غير منضبط سواء في هذا الموضوع أو في أي موضوع آخر. فعلى سبيل المثال يستطيع أي شخص محتال أن يقوم بإنشاء حساب في تويتر أو في الفيسبوك ويدعي أنه يقوم بتجميع هذه الأموال لتوصيلها للأشخاص المحتاجين، وليس هنالك ضمانات بشكل كبير لوصول هذه الأموال أو التبرعات. والإشكالية في الشهر الكريم مثل شهر رمضان عادة تكون الرغبة للتبرع لدى جميع الأشخاص موجودة، والخير يريد أن يعم أكبر عدد من الأسر ومن المحتاجين ومن اللاجئين ومن المنكوبين، ولكن لا يجب أن تهدر هذه الجهود وتهدر هذه الأموال، وقد تصل إلى حتى المحتالين أو مجموعة من المرتزقين من هذه الأمور. صحيح، أشكرك سيد محمد البشري الخبير والكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. أطلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك برنامجا تفاعلي يسمى 24، يساعد المستهلكين في الكشف عن البضائع المقلدة والتبليغ عنها. قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ناصر تويم أن الغش التجاري يخترق أكثر من 45 قطاعا ويلامس مئات السلع. شدد تويم على أن تكون هناك لجنة خاصة لتخليص المستهلكين من تلك البضائع المميتة والفاسدة التي تكبد خسائر مادية كبيرة، مشيرا إلى أن عمل الجمعية يقتصر على رصد المخالفات. وبيّنت الإحصاءات أن حجم سوق مواد البناء بلغ 95 مليار ريال، فيما تقدر نسبة المواد المغشوشة والمقلدة 38 مليار ريال. قال
قال مسؤول في جمعية حماية المستهلك أن الجمعية قامت بعدة جولات في الأسواق وإن الأسعار مستقرة بشكل عام، مشيرا إلى أن ما يصرف على الغذاء خلال شهر رمضان يبلغ 20 مليار ريال وفي الشهور الأخرى 8 مليارات ريال. تشير الدراسات إلى أن 70% من المشتريات ترمى، وبالتالي لابد من محاربة الغلاء بالاستغناء عن كثير من المشتريات. أن الأوائل ما في رمضان يعني في الأسواق يكثروا من الأكل، ومن وجهة النظر أنه كله يروح للزبالة. يعني أشوف أنه شيء غلط. يعني عادة الناس خاصة في رمضان يعني يشترون أشياء زيادة عن اللزوم، أشياء تكفي بعد رمضان، وعادة في نهاية الشهر ترمي الزبالة. أنا بشوف والله في حياتنا هنا أن احنا بنستغل رمضان استغلال غير المفروض نستغله استغلال صح. في موضوع انا بشوف فيه تبذير كتير جدا في يعني في لازم يكون في وعي اسري في موضوع التبذير. ان التوفير هذا ما نشوفه نهائيا او نطرحه يعني كفكره، يعني لو انت تتناقش او كتطرح للمجتمع. يعني احنا الحين بدات الشعب بدا يتوعى وبدا يطرح معلومات عن طريق تويتر هاشتاجات ومواضيع زي كذا. يعني قليل المطاعم اللي تساعدك انها تعطيك اذا خلصت من الاكل تعطيك صندوق وتقول هذا خذه معك فاير، يا انك تتصدق فيه يا انك توديه لهلك اللي ما طلع معك ببيت. لكن بعض المطاعم ما عندهم. والله ان الاقتصاد اهم شيء، وعمل جدول منسق للأغذية اللي فيها فائدة. الهدر الغذائي أو الإسراف موجود قبل شهر رمضان لكن بقلة. في شهر رمضان يزيد الهدر الغذائي ويزيد شراء الأكل وشراء الأغذية بحيث تكون عبء مالي على رب الأسرة إنه يشتري يعني شيء يعني فوق طاقته. يعني هذا كل ما لدينا مشاهدينا في برنامج السعودية في أسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.